ده. وزي ما قلنا لحضراتكم النهارده اللواء او الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع هنى رجال الشرطه بمناسبه الاحتفال باعياد الشرطه، كان له زياره لاكاديميه الشرطه. زي ما حضراتكم عارفين الاحتفالات باعياد الشرطه توقفت رسميا من يناير 2011. بالمناسبه هيكون معانا بعد الاخبار الرجل المسؤول عن اعداد ضباط الشرطه اللواء احمد جاد منصور مساعد اول وزير الداخليه ورئيس اكاديميه الشرطه. كمان هيكون معانا فقرة تانية لمناقشة المشهد السياسي بأكمله والجدل المثار حاليا في مصر حول ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. هيكون معانا في الفقرة دي النائب السابق علاء عبد المنعم وكمان الأستاذ أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية. لكن في البداية خلونا نستعرض معاكم الأخبار. زي ما قلنا لحضراتكم هنبدأ معاكم بالخبر المهم عن زيارة الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي اللي ترأس وفد من القوات المسلحة وتوجه لأكاديمية الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة. الفريق أول السيسي أكد أن القوات المسلحة والشرطة زي ما قلنا لحضراتكم ستتصدى بكل حسم وقوة لأي محاولات تهدد وتروع أمن المصريين. خلونا نشوف جزء من كلام الفريق السيسي. بداية لكم جميعا كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما وزارة الداخلية وقوات الشرطة وزمايلنا من الضباط والأمناء وكل اللي بيعمل في جهاز الشرطة بخير وسلام. الأيام بتأكد كل يوم إن الشرطة والجيش هما الأساس الحقيقي لأمن واستقرار مصر. الدولة المصرية أمانة، مش الدولة بس، الدولة أهلها أمانة في رقبتنا الاثنين، الجيش والشرطة. والتحدي اللي موجود تحدي لا شك، يعني تحدي كبير، لكن وزارة الداخلية ما شاء الله يعني حاجة تشرف وتفرح، وربنا يا رب دايما يوفقكم واحنا جنب منكم ومعاكم عشان نحمي بلدنا ونحافظ عليها. الحقيقة الدور اللي قامت بيه وزارة الداخلية وقواتها والجيش في تأمين الاستفتاء أكد إن احنا قادرين على ان احنا نحقق استقرار حقيقي رغم كل التهديدات وكل الكلام اللي اتعمل. لكن الاستفتاء رغم احنا بنتكلم على امتداد الجمهورية بالكامل بعدد اكتر من 30,000 لجنة او مركز انتخابي، يعني ما شاء الله ده تم تأمينه بمنتهى السلاسة والامان. يعني الحقيقة الاعتداء على الشرطة والجيش ده معناه بداية الخطر الحقيقي على الدولة المصرية. الدولة المصرية فيها 90 مليون. قبل ال 90 مليون دول ما يحصل لهم حاجة، إحنا الأول نروح يخلصوا علينا إحنا الأول على الجيش والشرطة وبعد كده يبيعوا لهم ما عايزين. لكن قبل ما يمس ال 90 مليون إحنا الحائط وإحنا الدرع اللي بيحمي دول الناس دول. اللي عايز يعيش معانا بأمان وسلام أهلاً وسهلاً. وأنا سعيد جداً بالروح بيرشدها الجيش والشرطة والتماسك والترابط الشديد اللي الدنيا كلها بتشيد بيه ومعاهد الشعب المصري كله، ان احنا باذن الله لن ندخل حتى بارواحنا لإعادة الامن والاستقرار للبلد دي. باذن الله هنرجع الامن لكل مواطن مصري في الشارع ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين، وانا سعيد بهذا الدعم. شكرا.